الحكومة اليونانية تكشف عن تفاصيل خطة لإعادة شراء ديونها، مشيرة إلى أنه على حملة سندات الراغبين في ردها لاسترداد قيمتها إبداء رغبتهم في ذلك بصفة رسمية قبل بداية الأسبوع المقبل. وتهدف الخطة إلى إعادة شراء بعض السندات من مستثمري القطاع الخاص لخفض الدين العام للبلاد، وستكون محل نقاش بين وزراء المالية لمنطقة اليورو في اجتماع في بروكسل في وقت لاحق من هذا اليوم. ومن المقرر رصد 10 مليارات يورو لشراء سندات يونانية كانت أثينا أصدرتها في وقت سابق من هذا العام، ويتم تمويل برنامج لإعادة شراء السندات من قرض دولي سيتم سداده خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة. هذا يعد تخفيفا ضئيلا لأنه سيكون هناك حد أدنى عام للديون، من شأن الخطة أن تكون عادلة. في الواقع قرار مجموعة اليورو مهم جدا ومن شأنه أن يعطي مخرجا لهذه الأزمة. هذه النقطة تشير إلى أن المخرج ليس في المستقبل القريب، الطريق ما زالت طويلة لخروج اليونان من الركود. يضيف هذا السيد، البنك المركزي اليوناني توقع تراجع اقتصاد اليوناني بواقع 4 إلى 5% العام المقبل بسبب إجراءات التقشف الحادة التي تطبقها أثينا لمواجهة الأزمة والوفاء بشروط الحصول على قروض أوروبية ودولية.